السلام عليكم اعز الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه طيبه. غبرت عليكم ظروف عمل. المهم مابقاش درت بالي مع اليوتيوب، كثرت عامل الخدمه عيان وما ما كانش عندك خاطر، واليوتيوب كيف بغيت عندك خاطر بزاف ويكون عندك الوقت، لانه خاصك تضرب كل مرة حساب الفيديو جديد، خاصك تصورو تمونطيه. شلا مشاكل والله. الحمد لله شديت كونجي البارح، ودابا ما كاين غير الفيديوهات، كاين غير الفيديوهات غير الفيديوهات ان شاء الله. هاد احسن الاحوال، لاباس عليكم؟ اليوم جيت نتبرد شويه في الواد، انتم كتشوفوا ارتاح الواحد شويه. مهم، نتمنى تكون واحد الرجعة منها من الفائدة وتدومي إن شاء الله، ونكونوا في عند حسن الظن أو في الطبيعة ما شاء الله. يكونوا إن شاء الله ثمنا قدام، يكونوا فلوقات متنوعة بحال والو بحال والو. كنظن عمشي لكرواتيا بين نصوب تسنانا من قدام، لأنه كنت في الأول 2011 كنت حكيتهم شويه من قدام، وهذاك السيد تكرفس عليا، حكم لي بزاف، ومع الوقت بداو كيتهرسوا لي بشويه بشويه. من بعد عاود ثاني في 2019 غلفتهم. المهم حسيت عاوتاني اخر سوري كمل لي داك الشيء اللي كان باغي على الاول، تكرفس على اسناني وما حاش ليهم العروق. تكرفس عليا بزاف، لانه في الايامات الاولى راه ما كنتش كنعس، والله العظيم ما كنتش كنعس، وكنت كنفيق مع الربع باش العمال. واحد تكرفس، ما نقولش لكم ماكسي الله يسمح ليه، تكرفس عليا بمعنى الكلمه. ف المهم انا كنقلب دابا باش ندير نمشي لكرواتيا، حيت فيها خدمه رخيصه تما، كيصاوب لك شي مزيان، ما بحال كيطلع لك ب 2000 يورو بحال هكاك، 2 مليون لينا هي رخيصه. هنا اللي بغيت دير خاصك شلا فلوس. ايوا هادشي اللي كاين. دابا تجي المغرب تصاوبهم، دابا الحجر الصحي، وخايف لا تجي تماك ويسدوا عليك، ومني خاصك ترجع هنايا خاصك دير 15 يوم عاوتاني الحجر الصحي. داكشي خاصو شلا حسابات. طولوا لي فروسكم ونشافوا ان شاء الله في فلوج جاي. السلام عليكم.